يقدم برنامج الأغذية العالمي حصص غذائية شهرية للأسر السورية المتضررة من الأزمة. تتضمن الحصة حمص، عدس، فاصوليا بيضاء، ملح وسكر، بالإضافة إلى زيت نباتي، رز، برغل، وأيضاً طحين في المناطق التي يصعب الحصول فيها على خبز. إحنا جينا من الحسكة، وطبعاً الأمور والأحداث هاي جرت علينا مهينة، وجانا فات علينا داعش دمر بيوتنا ودمر مساكننا ودمر يعني ما خلى علينا أي شيء، وهاجرنا لي جاي عسويدة لحتى تنعيش إحنا وأطفالنا. والله وضعنا مو حيل حيل، والمادة يعني ضعيفة جدا، وجينا تقريبا صار لنا سنة ونص هون، ورد مساعدة الله مساعدتكم يعني. والله هالمواد هاي جعت تجينا تستنى منكم أنتم المساعدة تقريبا شهر، أقل من شهر، وأطفالي عددهم 9 وبهالخيمة جاعدين ومش نشطين يعني، والحمد لله ساترها الله معانا.